انطلق مهرجان صيف البحرين العاشر بمجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة، وذلك من موقعه الجديد في خيمة الفعاليات الخاصة بقلعة عراد في مدينة المحرق، بحضور من السفراء المعتمدين في مملكة البحرين وممثلين عن دول مشاركة في فعاليات خيمة نخول. موعد جديد للفرح ينطلق من مدينة المحرق وتحديدا من خيمة نخول التي تحتوي على الكثير من الفعاليات الممتعة والمسلية في موسمها العاشر، وذلك ضمن فعاليات صيف البحرين المدعومة من قبل عدد من الجهات الحكومية والسفارات. في عامه العاشر صيف البحرين مثل كل عام ينتقل من موقع إلى آخر، اليوم في عاصمة الثقافة الإسلامية في المحرق، في الخيمة التي استقبلت افتتاح عاصمة الثقافة ومعرض الفن التشكيلي ومعرض الكتاب ومهرجان التراث، يلتقي أطفالنا اليوم في صيف البحرين كعادتهم كل عام. لشهرين هذا العام في سنته العاشرة صيف البحرين يجمع كل البحرين. الجميل في هذا الصيف أن جميع مناطق البحرين تسعد بحضوره، في كل محافظة في كل موقع ينتقل من قرية إلى مدينة إلى موقع جديد ويجمع الكل. نحن السنة دي عاملين مشاركة بتاعتنا عن طريق فرقة رضا، هتقدم 2 شو، واحد عن الرقصات الموشحات الأندلسية، وبعد كده الرقصات التقليدية والشعبية بتاعتها، وكمان عاملين ورش عمل للأطفال عشان يشاركوا فيها، ولذوي الاحتياجات المحدودة كمان، ذوي الاحتياجات الخاصة. فإحنا عندنا مشاركة أنا فخورة بيها وأتعشم إنها كل سنة تتزايد أكثر. برنامج حافل بالفقرات والبرامج المتنوعة منذ يومه الأول، يضم العديد من البرامج ورش العمل الثقافية والترفيهية تحمل بين طياتها رسائل تثقيفية لترتقي بالنشء. احنا مشاركين في خيمة نخول اليوم عن ألعاب إيقافية. احنا كمؤسسة خيرية ملكية عندنا برامج إيقافية خارج البحرين، فاحنا مشكلينها ومحورينها بطريقة بسيطة بالألعاب نسويها عشان اليهال المشاركين ويانا يفهمون شنو هي معنات الإيقاثة وشنو دور المؤسسة الخيرية الملكية في الإيقاثة. احنا لنا أول سنة لنا نشارك في خيمة نخول، وكل يوم عندنا فعالية لجمعيتنا، ويعني شفنا اليوم وايد وايد متفاعلين اليهال ومستانسين والحمد لله، وفعالياتنا راح تكون لمدة شهر، وحابين انكم تكونون معنا تتفضلون معنا. على مدار شهرين مهرجان صيف البحرين يتولى صناعة تواصل حضاري مع شعوب العالم من خلال الأنشطة الاستعراضية والمسرحية التي كان لها نصيب من برامج المهرجان. أنا كل سنة أوي خيمة نخول وشفت درس العلوم واستانس درس العلوم، ورحت حق أشوف المهرج حتى صورت مع المهرج. إحنا إني نخول نتعلم كل شيء أشياء جديدة. أفكار متنوعة يطرحها مهرجان صيف البحرين بأجواء ثقافية تليق بمكانة مملكة البحرين الحضارية. بفعالياتها الممتعة والمسلية تنطلق خيمة نخول وعلى مدار شهرين حاملة في جعبتها الكثير من الفعاليات المفيدة لترضي بها طموح زوارها وتشبع شغفهم الثقافي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.